حصاد الجنوب، أهلا بكم. هنا رئيس عيد روس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي شعب الجنوب وأبناء العاصمة عدن بالذكرى الثامنة لتحرير المدينة من ميليشيا الحوثي الإرهابية. الرئيس الزبيدي ثمن في كلمته التضحيات الكبيرة التي قدمها شعب الجنوب بقيادة المقاومة الجنوبية الباسلة لتحقيق هذا النصر، وجدد العهد لشعب الجنوب المناضل الأبي على المضي بحكمة وثبات على طريق الحرية والخلاص واستعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المنشودة. أقام أبناء العاصمة عدن إفطاراً جماعياً بمناسبة الذكرى الثامنة لتحرير المدينة من الميليشيا الحوثية. الإفطار الجماعي الذي أقيم في شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلى حضره عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبية، تقدمها لطفي شطارة عضو هيئة رئاسة المجلس نائب رئيس الجمعية الوطنية. دشنت لجنة المجلس الانتقالي الجنوبي للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة شبوة مساء أمس الاثنين توزيع السلال الإغاثية على الأسر الفقيرة والمحتاجة بمناسبة شهر رمضان المبارك والمقدمة من الرئيس القائد عيد روس الزبيدي. وقال رئيس اللجنة الإشرافية بالمحافظة سيلان حنش إن عملية التوزيع ستشمل 6000 أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة، منها 500 أسرة من أبناء شبوة الساكنين في العاصمة عدن. رياضياً، توج فريق ناصر الشيخ ببطولة شهداء خورمكسر الرمضانية لكرة القدم في نسختها السابعة. تتويج نصر الشيخ جاء بعد فوزه على فريق البنجسار بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي بدون أهداف. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.